بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم الجمعية السورية للإغاثة الإنسانية والتنمية بتوزيع مادة الحليب المقدم من الهيئة السورية للإغاثة بالتعاون مع وقف المنار في أوكلاند في نيوزيلندا. شكر كل الشكر لوقف المنار في أوكلاند الموجود في نيوزيلندا. يعطيك العافية خالتي. الله يعافيك. شو بتحبي تقولي للناس اللي بعثت لنا هذا الخير، لاهلنا؟ شو بدعي لهم والله يوفقهم، الله يكثر من امثالهم ويخلينا لهم ويبعثوا لنا هيك حليب للاطفال. انتوا بتعانوا صعوبه كبيره بوجود الحليب، بايجاد الحليب؟ كثير كثير بنعاني. انا خسرت واحد من هذول من عجال التوأم بسبب الحليب، كانوا عنده ثلاثه من التوأم ثلاث، وخسرت واحد بسبب نقص الحليب. الله يوفقه الهي. بتشكروا كتير بتشكروا.